السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. أنا عبد اللطيف، قائد في شركة أوريفلام. اليوم جبت لكم 6 ديال المحركات مهمين باش ننجحوا في أوريفلام. كنهضروا على الخدمة ديالنا، كاينين بزاف ديال الناس كيسولوا هذا السؤال، علاش أنا ما طلعتش؟ وأشنا هو السر ديال الناس الآخرين اللي طالعين؟ أشنا كيديروا الناس الآخرين وما كنديروش أنا؟ غادي نجاوب لكم اليوم على هذه الاسئله، وحتى الناس جداد لاول مره غادي يدخلوا معنا مطالبين حتى هما باش يعرفوا هاد 6 ديال المحركات النمو في اوريفلام، باش يكون النمو ديالهم سريع وباش يتسلقوا سلم النجاح اوريفلام. اول حاجه اللي هي المنتوجات، ثاني حاجه اللي هي سلم النجاح، ثالث حاجه اللي هي مكافاه فوريه، رابع حاجه اللي هي المؤتمرات، خامس حاجة اللي هي التدريبات، سادس حاجة اللي هي البرامج الرقمية. نحاول نفصلها لكم بسرعة. أول نرجعوا لأول حاجة اللي هي المنتوجات. خاصني نعرف منتوجات أوريفلام منش كيتصنعوا وعلاش تصنعوا، وكل برودوي راه عنده التاريخ ديالو، كل برودوي عنده المكونات ديالو، كل برودوي عنده واحد الحاجة ولا واحد الهدف علاش تصنع داك البرودوي ولاش كيتستعمل داك البرودوي. ما يمكنش نعطيو مثلا وحدة عندها بشرة دهنية ونعطيوها واحد البرودوي ديال البشرة المختلطة مثلا. خاصني تكون عندي ثقافة المنتوج إلا بغيت نطلع، يعني خاصني نحفظ لي برودوي ديال الشركة ديالنا. ثاني حاجه اللي هي سلم النجاح. عندنا واحد سلم النجاح اللي هو قوي، اللي ما عندش شي شركه اخرى، اللي ما عندش المنافسين ديالنا. واحد سلم النجاح اللي كيعطي بزاف 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 ديال الامتيازات اللي ما قدروش شركات الاخرين باش يوصلوا ليه. سلم النجاح خاصني نحفظه عن ظهر قلب. عندنا مستوى ديال 3%، المستوى ديال 0%، المستوى ديال 3%، ديال 6، ديال 9، ديال 12، ديال 15، ديال 18، ديال 21% وما فوق. هناك مستويات اخرى كبيره بزاف. عندنا مكافآت فورية اللي هو المحرك الثالث. شنو هو المكافآت الفورية؟ هي انك بمجرد كيتسجل معنا ولا كينخرط معنا شي عضو جديد، انه كيكون عنده مكافآت فورية اللي هي تريح ديال 30% على اي برودوي من الكتالوج. زيادة كاين الربح حتى 50% من ثمن اي منتوج اللي كنقولوا ليه حنا ديال ميني كاتالوج. وكاينين العروض ديال في اي بي، وكاينين العروض ديال كاتالوج درايفر اللي كيوصل الربح فيهم حتى 70% 80% 90%. وعندنا مؤتمرات. اش هما المؤتمرات ولا الندوات ولا الحفلات اللي كدير لينا اوريفلام؟ كنوصل لواحد المستوى جديد، كتعيط لي لاي سي ام ديالي اللي هي المسؤوله التجاريه ديال كل جهه في المغرب، كتمشي عندها لابونش، يعني كيحتفلوا بك كيصفقوا لك لانك درتي واحد المستوى جديد. من موراها كتوصل لمستوى اخر، كتعيط لك يعني كيديروك في لاباج الرسميه ديالهم كيحتفلوا بك، كتحضر التدريبات في لابونش، كتحضر السيمينير، كتحضر اللونسمون ديال الكتالوج، وكتحضر السفريه رائعه داخل المغرب. هذا الشيء كيعطينا واحد القوه وواحد الدفعه وواحد التجربه اخرى جديده في الحياه ديال العمليه ديالنا. كتكون سفريه داخل المغرب، وهناك سفريات خارج المغرب اللي حضرنا فيها بزاف 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 ديال السفريات كما كتشوفوا معنا، كما كتشوفوا معايا دابا. وهناك ايضا تدريبات اللي كنشرحوا للناس، وعندنا تدريبات اونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اشنو هما هاد ال2 وال3 وال4 اللي هو لونسمون ديال الكتالوج؟ هي انني انا تسجلت اول مره، الناس اللي باغان ديالي، الناس اللي مسجليني كيعرضوا عليا باش نحضر لواحد التدريب باش كنعرف شنو هما الاسس ديال اوريفلام، علاش دخلت اوريفلام، شنو غادي نربح، شنو هو سلم النجاح. هاد الشيء كامل كيدخل في التدريبات اللي كناخذوا من اوريفلام. وعندنا محرك السادس والاخير اللي هو البرامج الرقميه. عندنا تطبيقات، بزاف ديال التطبيقات ديال اوريفلام. عندنا الموقع ديال اوريفلام فين كندوزوا لا كوموند ديالنا، فين كنعرفوا الناس ديالنا اللي مسجلين معنا، فين كنعرفوا النقاط ديالنا، فين كنعرفوا الصالير ديالنا، فين كنعرفوا الرميز ديالنا، فين كنحلوا شي مشكل الا عندنا. كتوصل لنا الكوموند ديالنا الثالثة، كنتواصلوا مع الشركة ومع المسيرين ديال الشركة غير اونلاين. يعني هذا الشيء كامل خاصنا نعرفوه باش تسهل علينا النمو في اوريفلام.
عندنا 6 ديال المحركات اللي كليكم دابا. كنتمنى انني فدتكم في هذا لا فيديو. اللي بغات تدخل معايا، اللي بغات تسجل معنا، مرحبا بها. ها هي النمره ديال الواتساب كتبان لكم على الشاشه، تواصلوا معايا. سعيد جدا انكم تنضموا ليا، والسلام عليكم ورحمه الله.